السلام عليكم. الحين حنا باستراليا، جنوب استراليا، وهذا الجبال هذه باستراليا، ذي الجبال طبعا هذه مشهورة بالذيابة ومشهورة بالثعبان الضخم، وخاصة الذيب الأسود. نبي نطلع جبال استراليا ذي اللي يسمونها هوم كونغ، ونبي معنا طبعا الخبير بمسك الذياب والثعابين الكبيرة أبو عمر، يعني ما نخاف إن شاء الله إنه بيمسكنا حد ذيابه، ونبي نشوف عاد وهل نجد على ما قالوا إنه مليان ذيابه ولا لا. هذه جبال استراليا، الآن حنا باستراليا، بعد شوي إن شاء الله بنوفيكم بعد ما نطلع هذه الجبال. تحياتي. الحين طلعنا فوق الجبال، جبل هوماي في استراليا. الجبل الله يستر من الذياب، بس ما اطلع علينا منها الحصيان. في ناس الحقيقة كثيرين كل يوم طلعين لي فيديو يقولك انا باسبانيا، انا بالبرازيل، انا بامريكا، انا باستراليا، انا كذا، انا كذا. يا اخي حنا الحمد لله والشكر حنا بحد الجبال التي في وطننا، الجبل الحقيقة المعروف والمشهور عند أهالي بريدة، جبل خشم علي. جبل خشم علي معروف لدى أهل بريدة، محل كان محل مكشات، محل كان يقضون أوقاتهم فيه بالرحلات بالشتاء والصيف. بالشتاء يكون منطقة بسباس، منطقة ربيع، وبالصيف برضو يكشتون فيه، لأنه الحقيقة قريب من المزارع ويحيط فيه من عدد من المزارع المحيطة بخشم علي، تحيط بجبل خشم علي، المزارع التي تحيط بجبل خشم علي. فكثير الحقيقة أنهم يطلعوا من هالفيديوهات، أنا بأمريكا، أنا بشيغاو، أنا ما أدري من هو، وأنا بفرنسا، أنا ببريطانيا. أنا أقول لك يا أخوي أنا بجبل من جبال وطننا الحبيب، جبل يطل على مزارعنا الجميلة. نفتخر بوطننا وكل شبر من شبر أراضي بلادنا الغالية. حبينا أنه نقول لكم أننا رقينا الجبل أوكي الأسترالي، ولم نجد الذيابة ولا الثعابين. أبو عمر احتار. جبل خشم علي المعروف لدى أهالي بريدة من سنين طويلة. جبل الحقيقة كثير من الناس له ذكريات في هذه المنطقة، لأنها منطقة مكان مكشات سواء بالصيف أو بالشتاء. الجبل الذي لا ينسى له ذكريات كبيرة عند أهالي بريدة، جبل خشم علي.